التلاميذ وتلميذات السنة الأولى ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مادة الرياضيات. اليوم جئتكم بدرس جديد بعنوان تنظيم بيانات وعرضها في جدول. نسعى في هذا الدرس لتحقيق هدف واحد، هو تنظيم بيانات وعرضها في جدول. نبدأ كعادتنا بالحساب الذهني. هذه المرة سيتم إضافة العدد 10 إلى أعداد معروضة على البطاقة، فلنبدأ. 10 زائد 0 كم يساوي يا أطفال؟ هل وجدتم الجواب؟ 10 زائد 0 يساوي 10. لنمر إلى البطاقات الأخرى. 10 زائد 1 كم يساوي؟ المجموع هو 11. 10 زائد 1 يساوي 11. بطاقات أخرى لدينا هنا. 10 زائد 2 كم يساوي يا أطفال؟ نعم 12. 10 زائد 2 يساوي 12. الآن لدينا 10 زائد 3 كم يساوي؟ هل وجدتم العدد؟ إنه 13. 10 زائد 3 يساوي 13. لنمر إلى البطاقات الأخرى. 10 زائد 4 يساوي كم؟ فكروا. 10 زائد 4 يساوي 14. الآن لدينا 10 زائد 5 كم يساوي؟ المجموع هو 15. وهكذا يكون لدينا 10 زائد 5 يساوي 15. الآن 10 زائد 6 كم يساوي؟ هل وجدتم الجواب؟ 10 زائد 6 يساوي 16. أحسنتم. أراد ياسين معرفة عدد الأسماك الموجودة في الحوض، فاستعمل الجدول التالي. هذا هو الحوض، ثم هذا هو الجدول الذي وضعه ياسين، حيث وضع صورا للأسماك، وضع علامات للعد، وفي الخانة الأخيرة سيكتب العدد. سنرى النوع الأول من الأسماك. كم عدد هذا النوع؟ سنرى ما كتبه ياسين. 1 2 3. لقد عبر عن العدد بخطوط، وكل خط يمثل سمكة واحدة. عدد هذا النوع من الأسماك هو 3. سنرى النوع الثاني. عبر عنه ياسين بخط واحد، إذن سمكة واحدة. النوع الثالث لدينا. 1 2. أما النوع الرابع فلدينا 1 2 3. ثلاثة خطوط، وكل خط يعبر عن سمكة واحدة، إذن العدد هو 3.
وهكذا سيكون عدد الأسماك في الحوض كالتالي: 3 زائد 1 زائد 2 زائد 3 يساوي 9. أراد فلاح معرفة عدد الحيوانات الموجودة في مزرعته، فاستعمل الطريقة التالية: قرص واحد يمثل حيوانا واحدا، واستعمل الجدول التالي. فلنساعده على ملئه. سنبدأ بعدد البط، فلنلاحظ الصورة. يوجد في المزرعة بطتان، ونعلم أن قرصا واحدا يمثل حيوانا واحدا، إذن سنضع في الجدول قرصين: واحد، اثنان. الآن نمر إلى عدد الأبقار. كم يوجد من بقرة في المزرعة؟ لاحظوا جيدا، يوجد في المزرعة 5 أبقار، إذن سنمثل العدد على الجدول ب5 أقراص: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. نمر الآن إلى عدد الماعز، فلنلاحظ الصورة. يوجد 3 رؤوس من الماعز، إذن سنضع 3 أقراص: واحد، اثنان، ثلاثة. وهكذا نكون قد أنهينا ملء الجدول. يبين الجدول التالي هوايات بعض الأطفال، التي هي القراءة، الرياضة، والرسم. كما نلاحظ خانات ملونة، كل خانة ملونة تمثل طفلا واحدا. لمعرفة عدد الأطفال الذين يحبون الرياضة، نلاحظ الجدول. نجد 5 خانات ملونة، وكل خانة تمثل طفلا واحدا، إذن عدد الأطفال الذين يحبون الرياضة هو 5. الآن نريد معرفة عدد الأطفال الذين يحبون الرسم. بنفس الطريقة نلتجئ إلى الجدول، فنلاحظ 3 خانات ملونة بالأخضر، كل خانة ملونة تمثل طفلا، وهكذا يكون عدد الأطفال الذين يحبون الرسم هو 3. وأخيرا وبنفس الطريقة سنحدد عدد الأطفال الذين يحبون القراءة. نلاحظ في الجدول في عمود القراءة لدينا خانتين ملونتين بالأزرق، إذن عدد الأطفال الذين يحبون القراءة هو 2. لنمر الآن إلى التمارين. التمرين الأول: أشطب الجدول الخطأ. يملك فلاح 3 أبقار و4 أرانب و5 خرفان. لدينا هنا جدولين، أيهما لا يناسب المعطيات؟ لاحظوا جيدا، هل وجدتم الجدول الخطأ؟ إنه هذا الجدول، حيث يعبر عن 3 أبقار و3 أرانب و4 خرفان، وهذا لا يناسب المعطيات. أما الجدول الصحيح فهو الجدول الموجود عن اليمين.
ثانيا أحيط بخط الجواب الصحيح. يبين الجدول التالي عدد اللعب لدى أطفال. ريم تملك 5 لعب، ياسين لديه 4 لعب، أما سلمى فلديها 7 لعب. السؤال هو: من لديه أكبر عدد من اللعب؟ ريم أم ياسين أم سلمى؟ فكروا جيدا. هل وجدتم الجواب؟ سلمى هي التي لديها أكبر عدد من اللعب. أحسنتم. انتهى درس اليوم. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.